ما حكم الزوجة التي لا تصلي علما بأني بينت لها عقوبة تارك الصلاة فأحيانا تصلي وأحيانا تترك، فمثلا تصلي الظهر وتترك بقية الفروض؟ حكمها أنها كافرة ولا يجب بقاءها في عصمته، يجب إبعادها إلا أن تتوب توبة صادقة، وإلا فالواجب إبعادها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأكثر. هذا هو الصواب قول العلماء، أن تركها كفر أكبر، فالواجب عليك إبعادها وعدم بقائها عندك، لأن ترسلها إلى أهلها، نعم، لعدم صلاحها لكفرها.